كهرباء عيون مصلحه. اني في مناسبه اني دخلت يعني دائما يسالني ها تخرجت من الجامعه كيف الجامعه؟ اني دخلت مره في عزيمه في استراحه واني جيت المغاسل بعد العشاء لا يغسل والله الذي لا اله الا الله اني طلعت المغاسل ورحت اغسل الحوش ما ابغى اقابله دمرني يا ولد دمرني ما اول شيء لا اقدر اقول اذا مالك دخل شايب ولا اقدر اجاوبه باجابه مختصره احس ما ودي ادق خاطره شوف ما ودي احسه كبير سن ولا هو اللي فهمني اني 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 متاذي من شغله كذا المشكله رحت علمته يوم تخرجت قلت ابشرك تخرجت يا ابو تبغى فكه من الاسئله اوه ما عاد يسالني قال طيب توظفت نفس اللحظه موجس وراي توظفت 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 تدري شو المصيبه هذا لو جاء زهايمر وباقي يتذكرك هذا بيشغلك يمسك عليك انت بيشغلك بيجدول عليك هو شفت 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 يقول لا اله الا الله يقول سعيد بن زلمه توظف شفت الروبوت اللي بالسناب اللي تسال على طول يرد هو زي كذا تقول والله توظفت توظف كم الراتب اقول لك ما يبلش على طول